السلام عليكم، أرحب بكم في قناة المطبخ المبسط. اليوم أقدم لكم وصفة هائلة، وهي فطيرة محشوة بحشوة رائعة جدا وبعجين أكثر من هائل. إذا كنتم أول مرة تزورون القناة وأعجبتكم، اشتركوا وفعلوا الجرس حتى تتوصلوا بالجديد من الوصفات. وننتقل الآن إلى المقادير وطريقة التحضير. سنحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقة صغيرة من الكمون، نصف ملعقة صغيرة من الإبزار، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، فصين من الثوم المفروم، نصف ملعقة صغيرة من حبوب الكزبرة المطحونة، كمية من اللحم المفروم على حسب الرغبة، حبتين من الفلافل الحلوة مقطعة قطع صغيرة أو نوع واحد، بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة، القليل من الشامبينيو أو الفطر مقطع قطع صغيرة أيضا، القليل من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من صوص الصويا. في مقلاة ساخنة أضع القليل من الزيت النباتي ثم أضيف البصل والفلافل وحرك قليلا الآن سأضيف اللحم المفروم وفصين من الثوم أضغط هكذا حتى ينسجم اللحم المفروم مع باقي العناصر يمكنكم أن تغيروا في الحشوة وتضيفوا الأشياء التي تفضلونها مثلا قطع الدجاج أو الجزر الآن أضيف الفطر والقليل من الكزبرة الطرية المفرومة ثم أضفت القليل من زيت الزيتون أحرك على هذا الشكل سأضيف الآن التوابل والملح حسب الذوق سأضيف ملعقة كبيرة من صوص الصويا وأترك الكل فوق النار فقط لـ4 دقائق ثم أزيلها. الآن سنحضر العجين. هذا عجين مورق، نحتاج فيه إلى 500 جرام من الدقيق الأبيض، القليل من خميرة الخبز، 100 ملل من الماء، بيضة كاملة، 200 جرام من الزبدة، ورشة من الملح، ملعقة صغيرة من الخل.
الخل الأبيض أو خل التفاح على حسب المتوفر عندكم. سأبدأ الآن في بشر الزبدة على الدقيق. يجب أن تكون الزبدة باردة جدا. السعين عند عملية البشر بالدقيق. أضع القليل من الدقيق وأبشر. هذا العجين هائل جدا وأكثر من رائع. عجين معتمد عندي تقريبا في أغلب المملحات. هذا العجين يحضر بسهولة وبدون أي مجهود، لا نحتاج لدلكه أو عجنه، يحضر في دقائق. أخلط الدقيق مع الزبدة. إن استعملتم هذا العجين تحصلون على مملحات هشة جدا ولذيذة. الآن أضيف خميرة الخبز. والقليل من الملح. تقريبا ملعقة صغيرة غير ممتلئة من الملح. سأضع البيضة في إناء. أخفقها قليلا. سأضيف 100 مليلتر من الماء وملعقة صغيرة من الخل، ويمكنكم أن تضيفوا الماء أيضا إن احتجتم إلى ذلك. يبقى هذا على حسب نوعية الدقيق وأيضا على حسب حجم البيضة، فهناك نوع من الدقيق يحتاج إلى ماء أكثر من نوع آخر. أضع الخليط على العجين. أجمع العناصر على هذا الشكل. لا تحتاج إلى أي مجهود، سهلة جدا والنتيجة هائلة. أنا سأضيف القليل فقط من الماء كي أكمل جمع العجين، القليل فقط. هنا جمعت العجين، أطويه على هذا الشكل، أطويه مرة أخرى، أتركه يرتاح فقط ل5 دقائق، لا يحتاج إلى اختمار. ثم نبدأ في تشكيله. فوق سطح العمل أرش القليل من الدقيق
الدقيق الأبيض أو النشا وأبسط العجين. تلاحظون كم هو سهل في البسط؟ يجب أن أحصل على هذا السمك. أبدأ الآن في تقطيع العجين. أقطعه على شكل مثلثات طويلة أستمر هكذا حتى أنهي باقي العجين. هنا في صينية تدخل إلى الفرن، وضعت ورق الزبدة ووضعت إناء في الوسط على هذا الشكل. أبدأ في وضع قطع العجين واحدة على جنب الأخرى وأضغط قليلا. دائما الأسفل واحدة جنب الأخرى والأعلى يجب أن نشرك مسافة بينهم. أستمر هكذا مع الضغط حتى أنهي باقي القطع. أكملت باقي القطع، أضغط قليلا. الآن سأضع الحشوة. أضعها فقط في الأسفل. أستمر هكذا، أضعها على شكل دائرة. طريقة بسيطة جدا والنتيجة فطيرة راقية وشهية جدا.
هنا وضعت كمية من الجبن، كمية لا بأس بها. الآن سأزيل الإناء، ألف الشرائط على هذا الشكل وأقطع الزائد. أقطع الزائد وأضغط حتى لا يفتح لنا العجين أثناء الطهو. كما تلاحظون طريقة سهلة جدا. أستمر هكذا حتى أنهي باقي الشرائط. هنا أخذت بيضة، أضفت إليها القليل من صوص الصويا، أحركه على هذا الشكل. سأدهن بها وجه الفطيرة. يمكنكم أن تضيفوا كمية قليلة من الحليب إلى البيض إذا لم تتوفروا على صوص الصويا، أو تضيفوا القليل من الخل إلى البيض. ثم أرشها بالسمسم والتزيين يبقى على حسب ذوقكم، وأدخلها إلى الفرن على درجة حرارة 200 حتى تتحمر وتطهى جيدا. تأخذ معنا في الفرن تقريبا 25 دقيقة، وبالنسبة للفرن الغازي درجة حرارة متوسطة. هذا هو شكل الفطيرة المحشوة، منظر رائع وعجين أكثر من هائل، حشوة لذيذة جدا. رافقتها في الوسط بسلطة متنوعة. أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة وأن تنال استحسانكم. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب أو لايك. إذا أحببتم أن نوافيكم دائما بجديد قناتنا اضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب مع تفعيل الجرس. وإذا أردتم أن تعم الفائدة شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لكم، دمتم في حفظ الله والسلام عليكم.